صباح الخير، مرحبا بالخوات، الخوت والخواتات، الأحرار والحرائر اللي تنحتارمون فقط، وتنحاول ما أمكن من تكون القرضة طالعة باش من نخوتش مع بعض البق الإلكتروني اللي فيه خرج، وهما ما فاهمين تشي نمي. ولكن احنا غادي نبقاو ننبهوا الإخوان لأن تنفلوا معهم الناموسة و جالسين منذ أزيد من 4 سنوات ونصف عارفين الشادة والفادة. خلي لي هادو اللي يلا خرج، أغلبية ما فاهمين والو، ما عارفينش الأمور كيفاش دازت إلى آخره، ولكن ما فيها بس مني قالوا لهم خرجوا هضروا راهم خرجوا هضروا. الامور تتمشي وفق واحد الخطه مدروسه جدا وبعنايه، فما يمكنش مكونات الحكومه تخرج تضرب في الحكومه. هذه مساله لا تناقش، دي الاشياء اللي ما تنتبهوش لها البعض، احنا غنوضحوها لكم ما فيها بس. اذا احنا غادي خارجين متوكلين على الله دابا في هذا الصباح، ولكن قلنا ما فيها بس ندرجو الى بعض الاشياء. احنا نقوم بالتدقيق في اي شيء. اول شيء تواجد ديال السكوري اللي هو كلف بالشغل، اذا فيه اشارتين، جوج الاشارات اللي تلاحظوا بان يونس السكوري تواجد في الاتفاق ديال 14 يناير ملي وقعوا الاتفاق ديال 14 يناير، وتواجد ايضا بالامس من رئيس الحكومه استدعى النقابات ووزير التعليم اللي قال لك حقا ما حقا. الوزير بقى ساكت ما قال حتى شي كلمه، والنقابات قال لك بارك عليه تتصبن فيه ماشي مشكل ندوزو. هادي شكون اللي قالها؟ قالوا هادوك اللي خارجين اللي يلا خرجوا خرجوا ولاو تيجيبوا المعلومات. فين كانوا مني كانت تبنى هذا النظام الاساسي؟ مني كانوا تيقوموا بالمراجعه ديالو؟ الله اعلم. اذا كما تيقول واحد المثال بالنسبه اللي تيكون يعني على نيته، اش تيقولوا لي؟ تيقول لك خبز ربي في طبقه، خبز ربي في طبقه. اذا يونس السكوري ملي تيتواجد فتنعرفوا حنا كاينين الموظفين وكاينين الاجراء، هذه من ناحيه. فاما ان تخضع الى القانون ديال الوظيفه العموميه، واما ان تخضع الى مدونه الشغل. اذا كاين وزير التربيه الوطنيه للموظفين ديالو تيخضعوا ليش؟ القانون ديال الوظيفه العموميه. وكاين يونس السكوري للاجراء تيخضعوا الى مدونه الشغل. اذا كملوا من راسكم، كملوا من راسكم. اذا لا كان شي خير باغين يديروه وكلهم قلبهم يعني للاساتذه الى اخره، فهذوك اطر الاكاديميات اللي من 2016 هما تيقتاتعوا عليهم وهم في اضرابات، هم اللي كانوا القوه، اكبر قوه في الساحه النضاليه، ولو اقوى من النقابات من 2016 الى الان. خلي عليا الخارجات اللي خرجوا الان اللي تيقودوها الاذرع ديال النقابات بنفسها، هما اللي تيقودوا هاد الاحتجاجات، هما اللي نوضين هادشي ومنظمين الامور، منظمه وشعارات منظمه الى اخره. اذا يرسموا هاد اطر الاكاديميات في الوظيفه العموميه كما
دائما هازين هاد الشعارات يرددونها ويديروا لهم مناصب ماليه قاره وشخصيه في القانون المالي ديال 2024. وين هو هذا المشكل؟ وين هو هذا المشكل؟ وما يبقوش عندنا اطر تابعه الى الوزاره واطر تابعه الى الاكاديميات. هذه من ناحيه، هذه من ناش من ناحيه. ومن ناحيه ثانيه، بعد يعني بعد العصر ان شاء الله غادي نكونوا مسالين وغادي نتواصلوا معكم ان شاء الله لنزيدوا اكثر وضوحا. شتو ان رئيس الحكومه عيط عليهم، عيط عليهم لرئاسة الحكومة. إذن هذه الأزياء كانت مرتب لها بعناية، مرتب لها بعناية، لأن بكل بساطة النقابات شاركت في هذا النظام الأساسي. المجالس الوطنية هذو اللي خارجين تيرفضوا النظام الأساسي، عطاو الموافقة ديالهم بعد ما تجمعوا وشافوا النظام الأساسي نهار 22 يوليو، عطاو الموافقة على هذاك النظام الأساسي. إذا من الناحية القانونية الوضع ديال بن موسى سليم رغم العيوب، حنا متناقشوش المشاكل ديال النظام الأساسي والزين ولا خيب إلى آخره. حنا راه من اتفاق المرحلي ديال 2022 18 يناير وحنا تنغوتو وحدنا، حتى واحد ما سمعنا. هادو اللي جاو وخرجوا هادو تنعرفوهم، خاصهم تخرجوا، الا خاص تكون الامور الماديه ديالهم مقاده. اذا نشوفكم من بعد اخ نوش. جاب الدعم المباشر اخ نوش، حل المشكل ديال الاساتذه اخ نوش، جاب الزياده للاساتذه اخ نوش، جاب الربحه. اذا كل شيء هذا الشيء صراعات سياسيه حزبيه انتخابات المقبله. اذا اللي تيشعلها هو اللي تيجي يطفيها. دور 120.